مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة. طقس لطيف إلى معتدل أثناء النهار، طقس بارد نسبي أثناء الليل، وهناك رياح قوية تثير الغبار والأتربة يوم الجمعة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر خلال الأيام القليلة القادمة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة، لكنها تميل قليلا إلى البرودة أثناء الليل، وبالتالي يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة أثناء النهار باردة نسبيا ليلا. أما بالنسبة للرياح فنلاحظ أن يوم الجمعة ستتأثر المملكة برياح نشطة إلى قوية، راح تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتركيز الغبار والأتربة راح يكون في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وبيستمر الرياح ما بين نشطة إلى قوية يوم الجمعة وحتى يوم الأحد أحيانا، لكن بشكل أقل يوم السبت والأحد. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، والصغرى المتوقعة بحدود 15 درجة مئوية، والرطوبة النسبية مرتفعة نسبيا، وبالتالي هناك فرصة لتشكل الشابورة، وبالتالي يتدنى مدى الرؤية الأفقية. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الخميس أجواء لطيفة أثناء النهار لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى 22 والصغرى 13. يوم الجمعة أجواء مغبرة ودرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13، ويوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، أجواء ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا، العظمى المتوقع 21 والصغرى 21. إذن أجواء لطيفة بالنهار تقريبا من حيث درجات الحرارة، لكنها باردة نسبيا ليلا، ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقع إربد 25 إلى 16 مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر، عجلون 23-15 مع احتمال زخات من المطر، جرش 25 إلى 15 والمفرق 24 إلى 13 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى البلقاء 23-14، مأدبة 22-13، البحر الميت 31-22، عمان 22-13، والزرقاء 25 إلى 15 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الكرك 23-12، الطفيل 22-12، الشراه 20 إلى 11، ومعان 25-15، وخليج العقبة 33 إلى 18 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء مغبرة تقريبا في منطقة الصفا والمنطقة الشرقية، وأيضا غائمة جزئيا في منطقة الرويشد والحدود الأردنية العراقية مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا، العظمى المتوقعة في الأزرق 29 والصغرى 15، الصفاوي 29-14، والرويشد 30 إلى 14 درجة مئوية. أما التوصيات والتنبيهات، نرجو من الجميع الانتباه من الموجات الغبارية الكثيفة يوم الجمعة، مع خاصة مع ساعات الظهيرة والعصر، خاصة على الطرق الصحراوية، وبالتالي الصحراوية الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة، والانتباه أثناء القيادة على الطرق الصحراوية وعدم السرعة الزائدة وترك مسافة أمان كافية، ونرجو للجميع السلامة. شكرا وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع